دور الجيوش الذي تحدثت عنه بإشارتك للإرادة السياسية، تغير هذا الدور اليوم، وهل يمكن أن يبنى عليه مستقبلا في عملية التحرير؟ لا بس دعني شيخ أخ علاء، أنه في نقطة مهمة هذه. أنا أعتقد صحيح الجيوش جيوش جزء من بنية فكرية، من بنية بدك تقول تغييرية، صارت أيديولوجية عقائدية. القيادات التي كانت تقوم كانت معادية للأمة، يعني القيادات اللي كانت موجودة في تلك المرحلة جميعها، لأن إما قومي مصري أو قومي عربي أو قومي سوري، هكذا كان الطرح الرئيسي عندها. صحيح تذكر كلمة الإسلام، لكن كانت ذات منهج. أنا بعتقد هذا المنهج هو الذي أيضا سنة 67 كان موجودا، بالإضافة إلى الاشتراكية. إحنا صحيح يعني ما في شكل أشخاص لهم قيمتهم ولهم دورهم، لكن في عنا يعني أمرين يجب أن ننظر إلى الموضوع من زاويتين، من زاوية الإرادة السياسية ومن زاوية المنهج الذي تقوم عليه هذه الجيوش وهذه القيادات. المنهج الذي كانت تقوم عليه، يعني النظر يجب أن نعمقه قليلا في التاريخ وفي النظر إلى القضية الفلسطينية وإلى سير الأحداث. صحيح دائما الجانب السياسي جزء رئيسي ومهم، وأيضا البناء الفكري، لأنه الفكر القومي العربي كله قام معادي على الدين بشكل كامل، ثم جاءت الاشتراكية بعد ذلك، فكانت نكسة 67 حقيقة اللي دمرت الأمة أكثر مما دمرت نكبة 48. فهذان العنصران، افتقاد الإرادة السياسية من جهة، والمنهج الفكري الذي يعني كان يقود به هؤلاء الحكام الناس، وكانوا هم بالأصل معادين في هذا الموضوع. الأمة ما تخلت عن دينها، عن رسولها، عن تمام دكتور محمد عليه السلام، عن عن يعني عن عن قيمها، عن اعتزازها بصحة الدين، بقي بالنسبة لها يعني شيء عظيم وشيء أساسي. وكان الجماعات القومية جماعة قليلة جدا، يعني كان بالنسبة للناس منبوذين القوميين العرب بشكل عام.